بسم الله الرحمن الرحيم. الدرة اليتيمة في النحو والصرف، نظم الشيخ سعيد بن نبهان الحضرمي. قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لمن شرفنا بالمصطفى وباللسان العربي أسعفا، ثم على أفصح خلق الله وآله أزكى صلاة الله. يا طالبا فتح رتاج العلم وقاصدا سهل طريق الفهم، اجنح إلى النحو تجده علما، تجلو به المعنى العويص المبهما. وهاك فيه درة يتيمة أرجو لها حسن القبول قيمة. باب حد الكلام والكلمة وأقسامها. حد الكلام لفظنا المفيد، نحو أتى زيد وذا يزيد. وحد كلمة فقول مفرد، وهي اسم أو فعل وحرف يقصد. فاسم بتنوين وجر وندا، وأل بلا قيد وإسناد بدا. وعرف لما ضارع من فعل بلم، والتاء من قامت لماضيه علم، والياء من خافي بها الأمر جلا، والحرف عن كل العلامات خلا. باب أقسام الإعراب. أقسامه رفع ونصب وهما في اسم وفعل، ثم جر لزما. تخصيصه باسم وجزم ينفرد به مضارع وإعراب يرد. مقدرا في نحو عبادي والفتى، وغير نصب كل منقوص أتى. كاسمع أخي داعي موليك الغنى، واحكم على اسم شبه حرف بالبنى. وفيك يدعو وكيرمي ويرى، فالرفع مع نصب الأخير قدرا. وأظهر لنصب الأولين واحذفي آخر كل جازما كلتقتفي. باب إعراب المفرد وجمع التكسير. وجمع تكسير كفرد يعرب بالحركات وبفتح يجب. خفضهما من كل ما لا ينصرف، المشبه الفعل بأن ذا يتصف. بعلتين أو بعلة إن تكن، أغنت عن اثنتين من تسع وهن. جمع وعدل زاد وزن وصفة، ركب وأنث عجمة ومعرفة. فاجعل مع الوصف الثلاثة السابقة عليه، ثم افعل بها كاللاحقة. فتجعل الست مع المعرفة، والجمع يستغني بفرض العلة. ومثله مؤنث بالألف ومع إضافة وألف التصرف. باب الأسماء الخمسة. ورفع خمسة من الأسماء بالواو، ثم جرها بالياء، وناب عن نصب الجميع الألف، وهي أب أخ حم وذو وف. والشرط في إعرابها بما سبق إضافة لغير ياء من نطق، وكونها مفردة مكبرة كجاء أخو أبي كذا ميسرة. باب المثنى. والرفع في كل مثنى بالألف، والنصب والجر بياء وأضف. لاثنين واثنتين هذا العملا، كذا مع المضمر كلتا وكلا. نحو اشترى الزيدان حلتين، كلتاهما لاثنين واثنتين. باب جمع المذكر السالم. وارفع بواو جمع تذكير سلم، ونصبه كالجر بالياء لزم. كذاك ملحق بهذا الباب، كالمتقون هم أولو الألباب. وارحم ذوي القربى من الأهلين، تسكن بدار الخلد عليين. باب جمع المؤنث السالم. وكل مجموع بتاء وألف، فرفعه بضمة لا يختلف. والنصب مثل الجر بالكسر جعل، كذاك ما سمي به وما حمل. كوافت الهندات أذرعات، وعرف أولات الفضل بالصلاة. باب الأفعال الخمسة. والرفع بالنون لأفعال تكون، كيفعلان تفعلين يفعلون. والنصب والجزم بحذف النون، كالتقنعا لترضيا بالدون. باب قسمة الأفعال. والفعل ماض ثم أمر ثم ما ضارع، والكل بحد علما. فقد لماض بالبنا حتما على فتح ولو مقدرا نحو جلا. وبني على الحذف أو السكون أمرا كقم وادع وقل صلوني. وبني على الفتح مضارعا ترى تأكيده جاء بنون باشرا، وإن يكن متصلا بنون لنسوة فابن على السكون. وفي سوى ذين وجوبا يعرب بالرفع مثل نرتجي ونرهب، حيث خلا عن ناصب وما جزم، وحرفه من الرباعي يضم. تقول من أفلح زيد يفلح، وافتح لنحو يشتري ويفرح. باب النواصب. وانصب لما ضارع من فعل بلن،
وكي مع اللام وحذف وإذا، إن صدرت فانصب بها المستقبلا متصلا أو بيمين فصلا، وانصب بأن ما لم تلي علما وصح، وجهان بعد الظن والنصب رجح، وبعد لام الجر فانصب واضمرا، لأن جوازا كارتقى لينظرا، كعبد عاطف على اسم خالص، وأضمر لها على الوجوب واخصصي، خمسا عقيب لام جحد مثل ما كان ذو التقوى ليغشوا ظالما، وبعد حتى حيث معناها إلى كأعمل لدار الخلد حتى تنقلا، وأو إذا المعنى بنحو ألا أتى كلا تقر العين أو يعطى الفتى، وبعد واو ثم فاء وقعا صدر جواب قرروه كالدعاء، كحرص على التقوى فتختار ولا ترجو النجاة وتسيء العملا، ثم متى دل على الشرط الطلب فاجزم جوابا لم يكن فاء صحبه، إن قصد الجزاء به للطلب كعامل الله بصدق تقربي، باب الجوازم، واجزم بلا من وبلا في الطلب فعلا فريدا نحو لا تستربي، ولتتق الله كذا لما ولم كلم يدم عسر وبالجزم ألم، وفعل شرط وجواب جزما بأن ومن وما ومهما حيثما، وأين أيان وأي ومتى أن وإذ ماذا إن كان حرف أتى، تقول إن تعمل بعلم تستفد وما تقدمه من الخير تجد، وقر بنحو الفا جوابا حيث لا يصلح أن يجعل شرطا مسجلا، كإن تخاصم فاتبع الحق ومن يصدع بحق فهو فرد في الزمن، باب النكرة والمعرفة، وكل قابل لتعريف بأل نكرة كمثل مال وخول وغيره معرفة، وكلها تحصر في ستة أنواع لها، وهي الضمير كأنا أنت وهو، فعلم كجعفر وبعده، اسم إشارة كذا وذانذي، والرابع الموصول من نحو الذي، فما بأل عرف، والسادس ما أضيف للواحد مما قدما، باب المرفوعات من الأسماء، يرفع من كل الأسامي الفاعل ولو مؤولا كقام العادل، ونائب عنه كبيع الذهب، وقضي الأمر ويعطى الأرب، والمبتدى الصريح والمؤول، والخبر المفيد كابني مقبل، واسم اللي كان مع نظيرها وما كليس مثل كان زيد قائما، وما لنحو أن كان من خبري كإن ذا الحزم دقيق النظر، ويرفع التابع للمرفوع إذ كل تابع فكالمتبوع، وذاك توكيد ونعت وبدل، والرابع العطف بقسميه حصل، كأظهر الدين أبو حفص عمري، وجاد عثمان الشهيد المشتهري، والخلفاء كلهم كرام صديقنا والحيدر الهمام، باب المنصوبات من الأسماء، والنصب في الأسماء للمفعول به كاستبق الخير وذا العلم قتفه، ومصدر ونائب وإن حذف عامله كسرت سير المعترف، ظرف الزمان والمكان حيث في تضمر فيه ما لكل فعل في، كصمت أياما وقمت سحرا خلف المقام عند بيت طهرا، والحال من معرفة منكرا، وفضلة وصفا كجئت ذاكرا، وكل تمييز بشرط كملا كطبت نفسا وكمن عسلا، كذاك مستثنى بنحو ألا بدا من نحو قام القوم إلا واحدا، وما تناديه كيا كنز الغنى ويا رحيما بالعباد محسنا، وانصب وراع الشرط مفعولا له كقمت إجلالا وتعظيما له، كذاك بعد الواو مفعول معه كسرت والنيل وشخصا ذا سعه، ونصب مفعولي ظننت وجبا ونحوها كخلت زيدا ذاهبا، وما أتى لنحو كان من خبر واسم لنحو أن ولا كلا وزر، باب إعمال اسم الفاعل، وما بوزن ضارب ومكرم يعمل مثل فعله والتزم تنوينه معتمدا أو مع أل نحو المنيب رافع كف الأمل، باب إعمال المصدر، ومصدر كفعله قد عملا شاع مضافا بتنوين كلا، عتبك شخصا ذا هوى بنافعي ودم لنصح منك كل سامعي، باب الجر،
والجر بالحرف بمن لا من على رب وفي باء وعن كاف إلى منذ ومذ حتى كذا واو وتا في قسم كمت بعتق للفتى أو بإضافة بمعنى اللام أو من كلبسي ثوب خز الشام أو في كمكر الليل والختام للدرة الصلاة والسلام على المصفى من خيار العرب محمد المخصص المقرب والآل والصحب الميامين الحجى أبياتها قاف القبول المرتفع.